مريم، شعرك يلي لفترة طويلة من طفولتك وحتى أول مراهقتك شكل عقدة بين مزدوجين أو مصدر إزعاج، تحول فيما بعد لنعمة ومصدر إذا بدك تكوني أنت مثال لكثير من الصبايا اللي دايما بيقولوا بدنا شعرنا ستريت تمثلا بكل النجمات العالميات، أنت لا فتحت الباب على مصراعي إنه لا فيكون شعرك كيرلي مجعد وحلو وستايلش، خبرينا كيف تعاملتي مع هالتحول من نقمة لنعمة؟ من خبرك هالسر؟ يعني أنت بتقولي بمقابلاتك وهلا كمان سمعناها، خبرينا. هلا خبرتهم لناس سيكريت إنه أنا وصغيرة كنت احس حالي غلط، يعني كنت احس حالي انه كل اصحابي شعرهم ليس انا الوحيده المنكوشه وجايه على الصف. اوكي. فكنت احس حالي غلط، كنت اقول يا الله يا ربي وصلي انه خليني هيك نام واقوم لاقي شعري هيك مالك. ف شوي شوي لما صرت اكبر وخاصه بسن المراهقه فصرت كثير يجيني كومبلمنتس على شعري، انه واو كيف تعملي شعراتك شو حلوين شعراتك هيك، وخاصة لما بلشت كمان هيك اطلع من الانفيرونمون تبعيتي، اطلع من المحيط تبعي، روح مع اهلي اماكن بعيدة، سافر كذا، لاقي العالم كلها عم تهتم انه واو شو حلو ومن وين انت وكيفك شعراتك، صار بيلفت النظر فحسيت انه لا هذا الشيء فعلا نعمة مش نقمة وصرت اهتم فيه وهيدا شعرك اللي صار مثل علامه فارقه وماركه مسجله خاصه بمريم فارس، يعني حتى اذا نجم بتعتمد هيدا التسريح عم بقول عم تعمل مثل مريم. لما نجم بيكون عنده شعبيه كبيره بيختار انه يمثل منتج معين، يعني انت هلا سفيره تولى بالشرق الاوسط، كيف بتكون العلاقه بين المنتج والنجم؟ مين بيفيد الثاني؟ كيف بيتم الاختيار؟ طبيعي بتلاقي عروض كثير، كيف تختاري؟ هلا هو عاده المنتج هو يلي بيختار النجم يلي بيلاقيه مناسب له، وهون بتلعب دور قد ايه هذا المنتج هو بيشبهك وقد ايه في مصداقيه عند الناس، قد ايه الايمج تبعيته قريبه من الايمج تبعيتي، كل هذا بيلعب دور كثير كبير عند المنتج وعند الفنان. اوكي. واكيد ما بنقبل كل ما فيك تقبل كل العروض. اكيد اكيد. أوكي. بدك تاخذي الانسب لك وتعملي. طيب اذا بدنا نحكي عن على الصعيد الفني، عندك خطك الخاص يلي من النادر انك تحيدي عنه، يعني كل اغنيه بنسمعها يمكن توزيع الموسيقى الكلمات وطريقه الغناء دغري بنعرف انه مريم فارس، وهالامر كمان ببين يعني مدى شعبيتك على وسائل التواصل الاجتماعي، 600 الف فولوور على تويتر، بس لما نطلع انت مين يو فولو امين ملايين على سوبر و6 ملايين على فيسبوك بس انه على فيسبوك قادره انت يكون عندك البرايفسي او البيج الخاصه فيك، ولكن على تويتر انت يو دونت فولو اني ون، ما عندك ما بتتابعي حدا، ليه؟ هلا انت قلتي انه على فيسبوك قادره انه يكون عندك بيج الخاصه فيك، طب انا ما عندي بيج. اوكي. يعني انا حدا من الناس اللي كثير بحب شغلي، كثير بحب الفانس تبعولي، بس قد ما بحبهم وبهتم فيهم ما عندي وقت اني انا اتبع ناس واعرف اخبار ناس. ابدا؟ ابدا ابدا، صدقيني. أوكي. ابدا، يعني بيقولوا لي مثلا ما على بالك تعرفي اخبار فنان معين، انا بمسك تليفون وبدق له بسال عنه. هالبساطة؟ يعني من ايه بهالبساطة، انا حدا هالقد بسيط بعلاقاتي مع الناس، يعني مني مني من هول المتكلفين بالعلاقات. أوكي. ابدا، بس بقول لهم بليز ما تفهموني غلط، انا مني حدا يعني ما على بالي او حدا متشافي او شايفه حالي، لا مش من طبيعتي هيك، يعني مش من طبيعتي انه انا اعرف كل شخص بهاللحظه شو عم يعمل، لا بفضل انه هالوقت اعطيه لشيء اتمن من هيك. طيب اخر سؤال رح يكون شقين، الكليب يلي صورتيه مؤخرا كيفك انت، بوقت كانت غالبيه الفنانات عم تتوجه صوب كل شيء جلامور، يعني لوكيشنز كثير فاخره، ملابس جدا راقيه، شعر مصفصف، انت اخترتي لا تمثل البنت الشعبيه ماكسيموم بحي كثير شعبي، ملابس كثير شعبيه ونجحتي، وكيفك انت يعني عامل خض اذا بدك على الساحه الفنيه، هيدا اول شق من السؤال، ليه خلفت التيار؟ وثاني شق من السؤال شو جديدك؟ هلا ليه خلفت التيار؟ انا معروفه انه انا ما بمشي ورا التيار، يعني اذا ورا الدارج ورا الايه، يعني ماني حدا كلاسيكيه لا باختياراتي ولا بلوكاتي ولا باي شيء ولا حتى بالمود في تبعيتي باسلوب حياتي. ايه باسلوب حياتي ماني كلاسيكيه ابدا، انا حدا بحب على طول الابتكار، على طول بحب الاغنيه تبلش من فكره، ما بحب روح عند الملحن اقول له يلا سمعني شو عندك، او عند الكاتب اقول له يلا سمعني شو لا، على بحب اني اشتغل
الفكره من ازاد من كل شيء، وبشوفها كلها قبل ما انفذها، بشوفها من كلام، من لحن، من توزيع، من الكليب، بشوفها كلها وبعدين يعني. ايه وبعدين بنفذها. باخذ ريسك على طول، حدا جريئه كثير، بعرف اني جريئه باختياراتي، لانه الريسك اللي بتاخذيه بده جرأة كثير كبيره. ما فيك تيجي انت مثلا التيار كله ماشي هيك انت تقولي انا لا اليوم على بالي انا خالف كل هول، اعمل اللي انا على بالي وينجح بنفس الوقت. أوكي. فيمكن ما ينجح، هيدا الريسك الكبير انه ممكن ما ينجح، بس الحمد لله لانه الناس تعودت علي انه حدا مغامر ايه، وبس بدرس كثير كثير خطواتي قبل ما اقدم اي شيء. اوكي، وجديدي؟ وجديد الالبوم تبعي يلي عم ياخذ كثير وقت للتحضير، لاني عم ضلني مسافره من بلد لبلد، هيدا الشيء ما بيزعلني، بس بنطر شوي الفانز. هيدا الثمن يلي بده يدفعه الفنان، صح؟ الى حد مش ما. ثمن، ما هو يعني البزنس تبعك اوقات بده ياخذك بمطارح، ما فيك تمسكي كذا بطيخه بايد وحده. يعني لما بيكون موسم مثلا حفلات بدك تركزي عليه، وقت لا بتركزي على الالبوم، فانا كان المفروض بغشش هلا بغششك كان المفروض برمضان اني ركز على الالبوم، بس قد ما تعبت الموسم الماضي قررت برمضان اخذ فيكيشن. نحن بدنا نتمنى لك فطولت بالالبوم. معلي يعطيك العافيه، اخذي كل وقتك لانه بننطر جيلك حتى يكون دائما مميز. يعطيك الف عافيه، ثانك يو، بحس خسرتينا بهالمقابله الحصريه لدبي تي في. ميرسي لكم، يعطيكم الف عافيه.